بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انتوا عارفين ان حصل هجوم اسرائيلي على سوريا ودمروا وضربوا دمشق، والمرة دي كان هجوم واسع جدا وتدمير اماكن فيها اسلحة وتدمير امور كثيرة وغارات جامدة. واحد يقول لك عبد اللطيف فين الدفاع الجوي الروسي؟ اقول لك اصلا الحاجات دي لا يمكن ان تتم الا بموافقة روسية، ولازم تحط في دماغك الموضوع ده. في الحقيقة انا وجهة نظري ان روسيا هي اللي بتسمح بالموضوع دوت عشان تكسر النفوذ الايراني في المنطقة، لان ايران اصلا عايزة يعني تفترس سوريا وتوصل لشط البحر المتوسط وتبقى هي زي ما افترست العراق افترست سوريا. والروس مش ناسيين ان ايران خانتهم في الخليج. واحد يقول لي يا كابتن لطيف هي ايران خانت روسيا في الخليج؟ اقول لك نعم، ما هو في حرب العراق لما بعد كده جاء الايرانيين بدأوا يتمكنوا بعد دخول الامريكان، كان المخطط الروسي ان هو يدعم الايرانيين بحيث ان هم يخشوا على العراق وبعد كده يهددوا الكويت بان هي تنزل انتاج البترول، لان كان في حرب بترول جامدة على روسيا في هذا التوقيت، فمطلوب تهديد الكويت، والا لو الكويت ما تهددتش يبقى كمان ايه، يبقى ايران تخش على الكويت وبعد كده يهدد السعودية، ولو السعودية ما تهددتش ونزلت انتاج البترول يبقى اللي هيحصل ايه، اللي هيحصل ان هم كمان يخشوا على السعودية. دي المصلحة اللي كانت روسيا عايزاها من ايران. لكن اللي حصل ايه لما ايران دخلت والامريكان في العراق، فالامريكان نصحوهم، ودي عادة الاعداء على فكرة ان هم مرة يبقوا اعداء ومرة يبقوا اصدقاء، عشان كده بعض الناس بيظنوا ان ايران وامريكا يعني اصدقاء. انا اقول لك هم اصدقاء في موضع واعداء في موضع تاني، وايران اصلا قوتها مستمدة من الروس. ده مش موضوع الوقت، بس خلينا اقول لك اللي حصل. اللي حصل ان الامريكان نصحوا الايرانيين، قالوا لهم انت الوقت هنا في العراق واحنا هنا في العراق، وممكن نتفاهم مع بعض ونسرخ مع بعض ونكسب مع بعض، وممكن ان احنا نخش مع بعض في حرب، لكن الحرب دي لا احنا مستفيدين منها. يعني الامريكان بيقولوا للايرانيين كده، بيقولوا لهم الامريكان بيقولوا للايرانيين الحرب بيننا وبينكم لا احنا مستفيدين ولا انتم مستفيدين، لكن اللي هيستفيد الروس. فالوقت الروس بيدعموكم عشان تحاربوا، ايه رايكم احنا ندعمكم عشان ما تحاربوش؟ العراق فيه خيارات كثير، خلينا نسرق مع بعض ونقعد مع بعض هنا، والمقابل ان انتم ما تهددوش الكويت وما تهددوش السعودية، وبالتالي انتاج البترول تتحكم فيه امريكا مش تتحكم فيه روسيا عن طريق ايران. دي الفايدة اللي امريكا تاخدها. الفايدة اللي ايران تاخدها هي ايه؟ هي ان هي تسرق وتنهب وترتع في العراق وتغير بقى التغييرات الديمغرافية، وإيران عملت إجرام شديد جدا في العراق. أرجعك للموضوع وأقول لك إن روسيا مش واثقة في إيران في سوريا، وبالتالي لو إيران سيطرت على سوريا بشكل كامل هتبدأ تبيع المهام الاستراتيجية والخدمات الاستراتيجية للروس بقوة وبشكل كبير، عشان كده الروس بيغمضوا أعينهم أحيانا وبيخلوا الطيران الصهيوني يطلع يضرب الأماكن اللي هو عايزها، والمتفق عليها مع الروس في سوريا الوضع ماشي بهذا الكلام. واحد يقول لي يا كابتن لطيف طيب هو فين أرنب سوريا؟ أقول لك أرنب سوريا هيعمل إيه؟ أرنب سوريا أصلا يعني كويس قوي إن هو يخش الحمام من غير ما يستأذن الإيرانيين أو من غير ما يستأذن الروس. أرنب سوريا اللي هو بشار لا يملك أي شيء في سوريا، ما يملكش أي حاجة، هو بس قاعد كده خيال مآتة وهم محتاجينه عشان هو الرئيس الرسمي في الأمم المتحدة، غير كده ما همش عايزين منه أي حاجة، ما يملكش أي حاجة، ما عندوش أي قوة. الوقت الصراع داخل سوريا هو إيران وروسيا، وبخد بالك برضو إن هم أصدقاء في مواضع، وهم كمان الروس مش عايزين يضحوا بالإيرانيين بس عايزين يقللوا قوتهم مش يضحوا بيهم، عشان عايزين يضغطوا بهم على الأتراك كذلك.
مش عايز بقى ادخلك الصراع العالمي كله في بعضيه، لان انا مش عايز الفيديو يطول. والسلام عليكم.